أسعد الله أوقاتكم أصدقاء أناقة أنثى. موضوع اليوم حابي صور لكم اليوم وأنا علم لكم بس الطقس كتير حلو. إذا شايفين العصافير وأسراب الببغاوات ذات اللون الأخضر الرائع، أيضا النورس الأبيض يجول في الأجواء. موضوع اليوم قصة كتير حلوة وإلى عبرة. بالبداية حابة لكم أهلا وسهلا فيكم بقناة أناقة أنثى، قناتكم المنوعة التي تعنى بالطاقة الإيجابية. أنا بختار لكم موضوع وبتمنى يعجبكم. هيدا الموضوع بنشره ضمن قائمة تشغيل اخترته لكم، زاوية يومية كل يوم الساعة 5 إن شاء الله، وبتمنى تنال إعجابكم هذه المواضيع، وبتمنى إنكم تحطوا لي تعليقاتكم تعليقاتكم شو بتحبوا نختار مواضيع لكل يوم. أوكي أحبتي، رح أدخل بالموضوع وما رح طول الوقت. قصة جميلة ولها عبرة في حياتنا. سيدة عجوز كل يوم تركب القطار إلى آخر محطة ثم تعود لبيتها، وأثناء ركوبها في القطار تجلس أمام نافذة القطار، تفتحها بين لحظة وأخرى وتخرج كيسا من حقيبتها وترمي أشياء من الكيس إلى الخارج، ويتكرر المشهد كل يوم. وفي أحد الأيام سألها أحد السفهاء قائلا: ماذا تصنعين أيتها العجوز؟ فردت عليه: أنا أقذف بذور الورد. استهزأ بها: بذور ماذا؟ فقالت السيدة: بذور الورد، لأني أنظر من النافذة وأرى أن هذه الطريق موحشة، ولدي طموح أن أسافر وأمتع نظري بألوان الزهور. يوما ما، ضحك الرجل من كلامها ورد عليها ساخرا: لا أظن ذلك، فكيف للزهور أن تنمو على حافة الطريق؟ ردت: صحيح، إن الكثير منها سيضيع هدرا، ولكن بعضها سيقع على التراب وسيأتي اليوم الذي تزهر فيه. نزل الرجل من القطار وهو يفكر أن العجوز أصابها الخرف، ومرت الأيام تتلاحق، وركب الرجل القطار في أحد الأيام، وبينما هو جالس والقطار يسير شاهد زهورا جميلا قد نمت على حافة الطريق وتغير المنظر وتعددت الألوان. فقام من مكانه ليرى السيدة العجوز ليخبرها أن بذورها قد أزهرت فلم يجدها، فسأل بائع التذاكر عنها، فقال له البائع أن تلك العجوز توفيت منذ شهور. تحسر الرجل على موت العجوز وقال في نفسه: الزهور نمت، لكن ما نفعها في السيدة العجوز قد ماتت ولم تراها. وبعد أيام وهو جالس في القطار سمع الرجل فتاة صغيرة تجلس أمامه وهي تخاطب أباها، وينتابها سيل عارم من السعادة والفرح قائلة: انظر يا أبي إلى هذا المنظر الجميل، انظر إلى هذه الزهور، إنها جميلة جدا. عندها أدرك الرجل ما معنى العمل الذي قامت به تلك السيدة العجوز، حتى وإن لم تمتع نظرها بمنظر الزهور إلا أنها منحت هدية جميلة لجميع الناس. العبرة، القصة حكيناها بس العبرة: ألقي بذور وردك في كل مكان ولا تلتفت لأحد، لتزهر الحياة من جديد ونعيد التوازن إلى واقع حياتنا المنهار. بتمنى تكون عجبتكم هالقصة، بتمنى نطبقها بحياتنا، بتمنى ننشر بذور المحبة، السلام الطيب، النظرة الصحيحة، عدم الشك، كلها بذور تنبت وبتزدهر حياتنا. أحبتي أتمنى أن يعجبكم الفيديو، وإن أتممت هذا الفيديو لا ترحل، اشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد.
أتمنى لكم أمسية لطيفة مع نهاية هذا اليوم الجميل. الشمس قاربت على الغروب. دمتم بخير أحبتي.